بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في المملكة. أعرب سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق بالمزيد من الازدهار والتقدم في ظل قيادته الحكيمة. واشاد سموه في البرقيه بما وصلت اليه العلاقات الاخويه الطيبه بين البلدين والشعبين الشقيقين من مستويات متميزه وما تشهده من تطور ونمو. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيه تهنئه مماثله الى اخيه صاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكه الاردنيه الهاشميه.